بس جميل قوي. شو بقى الورد كتير حرام شايفين. احنا كنا مسافرين وكده فلقينا الكلب ده اللطيف ده لطيف قوي جميل جدا يعني بصراحة منتهى الروعة. احنا وقفنا في الطريق عشان نتفرج على الكلب. احنا بابا طبعا كان نازل يجيب لنا عصير فوقفنا في الصدفة احنا فلقينا الكلب اللطيف لقينا الكلب ده يعني بصراحة كيوت قوي فاحنا حبينا نوريكم المنظر ونشارككم فيه طبعا. فاول ما نوصل بقى هنكمل معاكم. لطيف قوي. بصوا ملك بتاكل ازاي. تاكل ساندوتش. انا خلصت. يلا بقى سلام. وانا لسه. ادينا اهو يا جماعه وصلنا وشايفين منظر الشارع عامل ازاي. واو الاشجار والزرع منظر الريف يعني. تعالوا بقى اخوكم جوه الحته دي كده. شفت الوردات حلوه قوي. تعالوا تعالوا اوريكم الوردات. يلا يلا بصوا الوردات دي. الوردات المفضلين عند ملك. الوردات دي ده ايه ده؟ ده بيتهيألي خاص. ده خاص. ده خاص خاص. لا مش خاص مش عارف. بابا ده ايه؟ حقكوا علي طلع خاص. بس جميل قوي. شو بقى الورد كتير حرام. الله بصوا وردة بامبا. بس الوردة وفي وردة بنفسجي. تعالوا تعالوا نوريكم. لازم انت تقعي عزة. بصوا هو ده خاص. ده بقى بصل اخضر. هو ده بصل اخضر؟ ده بصل اخضر اللي هو بيتاخد بقى مع الرنجة. هدية عيد الحب. لا بعد الزبج جوزك ينسى يجيب لك هدية. هو ده بصل. مش شايفينه من تحت؟ هو باين بصل الأخضر. بصوا يا جماعة المنظر عامل ازاي. بصل ولا الريحة بتاعت البلد جميلة جدا جدا. تعالوا بقى احنا نوريكم احلى كوباية شاي اللي احنا قلناكوا عليها ومين ايد عمو. يلا هنوريكوا نروح ونوريكوا مي مي. يلا تعالوا معانا يا عم. فينا يلا بس ما معيش. يعني هو ده الشاي الاصلي اللي بيعملوه. وعم دلوقتي هيعمل كوبايه قدامكم للقمع. حط اهو الشاي ويحط السكر
نحط المية على النار عشان تسخن، عشان ايه؟ عشان ياخد وقت كبير. اهي المية عاملة قدامكم زي ما انتم شايفين. احنا بقى عندنا بنعمل الشاي على الكاتل، ماما هم عندهم بيعملوا في الحفرة دي، يعني هو ده الشاي. انا اصلا مش مالك. شكرا يا عم. سخن من فوق، هي من فوق من تحت. مش هتعمل حته للنص هاي؟ ايوه انا كنت اقصد هنا زي ما قلت معاكي بالظبط. ايوه بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش في اللايك سبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. باي.